نقول يعني عندنا القاهرة، عندنا اسكندرية، عندنا الجيزة، دول اكتر محافظات فيها دول اكتر كثافة محافظات سكانية اصلا كمان كثافة يعني. سكانية، لان العشوائيات اساسا اساسها ايه؟ لما يعني لازم عشان نعرف يعني الدكتور الشاطر بيعرف يعالج المريض، مش انه بيكتب له الدواء، عشان يعرف المرض يشخص المرض كويس. تشخيص المرض الاصلي او تشخيص الحالة بتاعت العشوائيات هي الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية دي هي السبب الرئيسي في تكوين العشوائيات بكل اشكالها وكل الوانها. ان بيجي حد في اماكن جاذبه واماكن طارده، فالقاهره، الجيزه، اسكندريه اماكن جاذبه، في اماكن طارده زي سوهاج، زي اسيوط، زي المنيا، زي الفيوم، دي اماكن طارده. فاماكن الجاذبه بتستقبل الناس، الناس دي جايه تبحث عن الرزق، بيبحث عن سكن فقير، فسكن ضعيف ماليا، بيبحث عن مكان يفرش فيه فرشه ويبيع، بيخلق سوق عشوائي كمان، فبيدور على مكان يكون متهدم، يعمل نفسه عشه، يسكن في مكان غير مخطط او غير مرخص فيبقى ارخص. بيجي بقى التجار اللي بيصطادوا بقى كده في الحته دي، بيبنوا اماكن رخيصه بعيد عن التنظيم، بعيدا فارخص شويه، ومش مكملها وعاملها بمواد بناء مش مطابقه، فبيبقى ارخص على الناس دي. فالهجره الداخليه دي هي الفيروس الاساسي في تكوين العشوائيات. فعشان كده القاهره، اسكندريه، الجيزه جاذبه، فعشان كده، وبورسعيد برضو كان نفس الموضوع، برضو جاذبه، فعشان كده ظهرت في الاماكن دي اكتر حاجه. طب باشمهندس خالد، يعني المناطق العشوائيه عموما في مصر، يعني هنتكلم مثلا عن الخطره دي، كانت موجوده من زمان، وخليني اقول لحضرتك انها كانت وصمه عار يعني في جبين مصر يعني، ولكن من 2014 لحد دلوقتي الحمد لله واحد من اهم الملفات اللي يعني نرفع لها القبعه، لان يعني حصل فيها انجاز كبير جدا. ايه الفرق اللي حصل عشان نحس بالانجاز ده؟ وطبعا لو بصينا التاريخ هنلاقي ان العشوائيات بدات تظهر من حوالي 50 60 سنه، لما وبدات تظهر في منطقه الهجانه ومنطقه امبابه، لما جه عم النوبي في منطقه امبابه الهجانه وقعد وبدا يجيب قرايبه وقرايب قرايبه، والحكومه ساكته لما تكونت مناطق عشوائيه هنا وفي مشيط ناصر وفي امبابه. كان جه الحاج عويس برضه بداوا يجيب يستقطب الناس من اماكن مختلفه، وبدا يقسم ويبيع او ويعمل تقسيمات كده. من هنا بدات بقى، يعني بقى انا بتكلم في اكتر من 60 سنه. لكن ايه الفرق بقى بين زمان؟ كانت الحكومات بتغط الطرف عن الموضوع ده، وبدات الموضوع ايه، زي ما اي مشكله الفيروس بيبدا ينتشر في الجسم، بيبدا او الميكروب او اي حاجه بينتشر بسرعه جدا طالما احنا ما عالجناهوش. فالحكومات السابقه كلها غضت الطرف عن علاج المشكله لغايه ما كبرت. لكن ايه اللي هنا اللي هو يعني ايه النيه الصادقه في قضاء على العشوائيات؟ هنا في قرار، في قياده سياسيه قررت انها تخضع العشوائيات بكل اشكالها وكل انواعها. فكان في نيه وفي قرار وفي نقول تنفيذ، يعني اللي هي خطط تنفيذيه. كان زمان بنسمع كلام في المانشيتات في الجرايد زمان، الوقوف مع المواطن محدود الدخل، محدود الدخل، محدود الدخل، مانشيتات بالخط الاحمر والبنط العريض نازله في الجرايد. طب اليات تنفيذيه للقضاء على الفقر والوقوف بجانب محدود الدخل و مفيش اليات. كان نشاطات تنزل والناس تبدا تهيص عليها شويه وخلاص عدينا وتسقف لنا والناس بقت كويسه جدا. دلوقتي الفرق ايه؟ الفرق بقينا نحط خطتنا، بقينا ناخد التكليف، نحطه على خريطه. يبقى ايه هي المشكله؟ نحطها على خريطه ونوصفها. يعني عندنا مثلا قلت 357 منطقه، كل منطقه تختلف عن الثانيه. بيانات الجي اي اس، خريطه معلومات توبوغرافيه، بنحط فيها بيانات عدد السكان، بيشتغلوا في ايه، سلوكيات الناس ايه، الحاله النفسيه والاجتماعيه والبيئيه، عدد السكان في البيت ده قد ايه، عدد الاسر ايه. انا لما اجي مبني ما ببنيش على ادي عماره وخلاص، لا، ده انا الناس دي بتسكن ازاي، طبيعه سكانها ازاي. مثلا في 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 بورسعيد ده في ناس حزائر ابو عوف، دول عايزين مباني واطيه مش عاليه وملحق بيها حظائر، لو مش شغالين في تربيه مش، يبقى انا لازم احقق لهم ده عشان هم ما يخلقوش العشوائيه بعد كده. في البحر الاحمر ومثلا جنوب سيناء، ده الراجل لما بيجي يجوز ولاده ما بيسكنش في عماره جار، ده بيسكن في بيت منفصل. يبقى انا بدرس ده، طب وبعد كده لما بيسكن في بيت منفصل ده بيجي بيتجوز ابنه، يا بيبني له فوق يا بيبني له في الجنب. يبقى انا لو ما درستش الحته دي، هو بعد كام سنه هيجي يجوز ابنه هيبني حاجه عشوائيه غريبه. قمت انا باني له البيت بيتحمل ثلاث ادوار عشان لما يجي يبني ومعاه التراخيص ومعاه كل حاجه ومعاه التصميمات، ابني صح وجوز ابنك بحاجه بسيطه جدا، بتكلفه بسيطه جدا، تلاقي نفسك خلاص الاساسات وكله معمول، فاضل انك انت بس تعلي دور بس على الشكل ده وعلى التصميم ده. كل حاجه بتدرس دراسه مظبوطه. فبدأ حطينا خطه، ومنها بدانا نحط خطط تنفيذيه وبدانا ننفذ. ويمكن الناس ما بتسمعش غير على المشروعات غير في الافتتاحات،
مظبوط. ما بنتكلمش في الاول نقول ده هنعمل وهنعمل والناس تسقف، خلاص سقفت لنا الناس، خلاص شكرا يلا نروح ننام بقى شويه. لا، الناس بدات بنشتغل والناس تتفاجئ ان في مشروع كبير بيتفتح، في مشروع بمليار و2 مليار و3 مليار بيتفتحوا، والناس مش حاسه. الموضوع اختلف، كان الاول الناس بتنزل مشتات و كان الكلام اكتر من التنفيذ، كلام اكتر من التنفيذ هو ده مختصر الموضوع، لكن التنفيذ فكان فكر بقى في الكلام بعدين. لكن انتوا شغالين ومركزين في التنفيذ جدا. طب ايه اكتر المشروعات اللي خدت من حضراتكم مجهود باشمهندس خالد؟ عندنا طبعا مشروعات قوميه كبيره، يعني حضراتكم كان ليكم دور فيها، يعني هنقول مثلا تطوير منطقه مثلث ماسبيرو، تطوير منطقه عين السيره، في اماكن كتير في مصر احنا دلوقتي بنبص لها بعين الانبهار وشايفين نتائج مبهره ليها. ايه الحاجات اللي خدت منكم وقت مثلا زي المشروعات دي؟ هو مجهود والمشاكل في كل، انا في كل انا سالت شخصيا نفسي السؤال ده، ايه المنطقه اللي مشيت سالكه كده والدنيا سهله؟